مساء الخير مستمعي الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. وطبعا اليوم كيسرني أنني نستضيف ضيفة جاتنا من المغرب، الأستاذة حكيمة باباش. أستاذة مساء الخير، مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. مساء الخير المستمعي الكرام. إذا غادي نحاولوا أننا ناخذ واحد الورقة تعريفية عليك أستاذة. شكون هي السيدة حكيمة باباش؟ مدام حكيمة باباش من مواليد مدينة فاس بالمغرب، يعني درست بمدينة فاس وخديت الدبلوم ديالي ديال الدراسات الجامعية في الأدب الفرنسي. كان لي يعني مسيرة طويلة في العمل، حيث أنني ما استطعت شيء نكون في الوظيفة العمومية ولا، ولكن مشيت للمجال المقاولاتي والحمد لله خلقت مقاولة ديالي حرة واشتغلت فيها، وأنا الآن يعني صاحبة مقاولة وكنشتغل كتير في المجال الجمعوي، حيث أنني الآن رئيسة المركز الوطني كرامة وحقوق في المغرب. كذلك أنا نائبة الكاتب العام في التنسيقية الوطنية لدعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية، إضافة إلى عدة جمعيات اللي كان نحاولوا نشتغلوا في اطار شراكات او في اطار تعاون اللي يعني كيخدم اما يعني اون غرو او في الاجمال كيخدم حقوق الانسان، وبالاخص كنركزوا بما انني انا يعني امراه كنركزوا اكثر على حقوق المراه في عده مجالات. جميل جدا. اذا احنا امام يعني هرم للمرأة الناجحة في الحياة ديالها. أستاذة حكيمة، يعني اليوم بغيت نستغل التواجد ديالك واللي هي كانت حقيقة صدفة وما أحلاها من صدفة، لنتحدث عن الكرامة وعن الحقوق. هذه الكرامة والحقوق اللي كانت تكلموا عليها كثير، واش هي تكتسب أم لابد من الدفاع عنها، لابد من المقاومة وبذل المجهود للحصول عليها؟ صراحة هي الكرامة والحقوق، هي الكرامة هي جزء من الحقوق واللي هي كتكون يعني كونية، ما هي لا تكتسب، هي تولد معنا، كرامتنا تولد معنا الحقيقة، إلا أن هناك عدة أمور تختلط علينا فيفقد إنسان كرامته، إما في المجال العمل دياله أو في المجال الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية اللي ممكن أنها تأثر له على هذا الكرامة هذه. إذن الكرامة هي لا تكتسب ولكن هي حق من الحقوق الكونية للإنسان. ولما كان نقول الكرامة نقول الحقوق؟ أكيد أكيد، كرامة هي الحق. إلا ما عندكش حق، أبسط حق من الحقوق ديالك كتمارسه في حياتك اليومية، فهنا كتبدا الكرامة ديالك تتمس، وكتبدا الكرامة ديالك كتضاءل، وكتبدا الكرامة ديالك يعني تجرح، أنا كنقول أنها تجرح أو تداس. كيفاش يمكن نفسرو أستاذة الإنسان اللي كيفرط في كرامته، كان رجل سواء رجل أو امرأة؟ لا استاذ شطار، ما كنظنش ان شي واحد فينا كيبغي يفرط في الكرامه ديالو، ولكن هناك يعني اكراهات يوميه، اكراهات مجتمعيه، اكراهات ضغوطات الحياه، ضغوطات الحياه، ما كنقولش ضغوطات ولكن كنقول اكراهات، لان الضغوط شكل، وباش يكون عندك اكراهات كيكون عندك شكل اخر. هذيك الاكراهات هي اللي كتجعلك اما انك تنازل على واحد الجزء، تنازل أو بالسيف عليك، ما نقولوش تنازل ولكن ربع المرات راه بالسيف عليك. هذيك الإكراهات هي اللي كتخليك تحط الكرامة ديالك وكتقلل لك من الكرامة ديالك، ولا بعض المرات راه كتصبح الكرامة منعدمة. هذا اللي كنشوفوا عند بعض السيدات، مادام أنكم ذكرتوا أنكم تدافعون بالخصوص على كرامة وحقوق المرأة، هناك واحد العدد ديال النساء اللي كتقول لك أنا ما عندي ما ندير، انا صابره على وليداتي، صابره على، كتحط من الكرامه ديالها، وداك الرجل يعني كيجفف بها الارض وما كيخلي ما يدير فيها، ومع ذلك كتلقاها كتقول لك وصافي انا ما تقولوا لي لا حقوق ولا كرامه، انا جالسه صابره.
ايوا سي شاطر، راكم نتوما كنظن ان راه حنا كنهضروا يعني حنا راه حنا دابا كنمثلوا الجنسين هنا. نعم. كاين سي شاطر اللي هو الجنس الذكوري، وكاينه مدام حكيمه اللي هي الجنس ديال النساء. نعم. ملي هذا ديجا راه كاين واحد الوعي منكم نتوما كرجال، ماشي من كل شيء، ماشي كل شيء فعلا، ولكن نتوما كاعلاميين ولا كهذا نتوما واعيين بالوضع، يعني كتعرفوا على ان كاين العيالات اللي كيكونوا مجبرات انها تقول لك انا ما عندي ما ندير، علاش؟ لان فعلا راه ما عندها ما دير. نعم. ملي كتزوج المراه مثلا، كنهضروا نهضر واش نهضر على المراه اللي عندنا كتزوج في المغرب. مع يعني بديك الحموله الثقافيه وديك الحموله المجتمعيه، او هي نفسها لها. هي نفسها تقريبا، لا يعني ربما يمكن شي كاين شي تغييرات هي طفيفه استاذه حكيمه، لكن نسير في نفس نعم. باقي عندنا الزواج القاصرات اكيد، باقي عندنا الزواج المضغوط يعني المارياج فورسي، ان الاب كيقول لها تديه ولا نقتلك ولا يعني تحت التهديد، باقي هادشي عندنا حنا في اوروبا. وهنا هنا غادي نقول انا دابا كنقرب لك ان هذيك اللي شفتيها في المغرب واللي كدافع عليها في المغرب راه هي نفسها يعني حالتها، نتحدث عن حالات هما نفسهم نموذج للشيء اللي له. اذا كيفاش غادي نديرو؟ نعم، مؤسف جدا اننا نسمعوا مع العلم ديال ان الناس كتاخذ اوروبا كهيلمان. نعم. كمثال دولة يعني كديك اش غادي نقولوا ديك المدن الفاضلة او ديك الدول الفاضلة، اللي حنا في المغرب كتهضر مع شي وحدة كتقول لك انا كون كنمشي لاوروبا كان غيكون وضعي شكل. في حين ان دابا كنسمع على ان وماشي غير كنسمع، راه لاحظتها كاينين، انا عاشرت الناس هنا وشفتهم انهم يعني الكرامه ديالهم راها من عاد مكسر. باقي حنا راه في المغرب مثلا الا كان وقع للمراه المشكل راه كتلقى ربما الدعم للاسره ديالها، ربما هنا لا، هنا واخا الدوله سوا ديزون اونتر بارونتيز الدوله كتدخل باش تحميها، ولكن او فون ديالها في الداخل ديالها راه هذيك المراه المكسوره، هذيك المراه اللي الكرامه ديالها راه ما بقاتش، بما ان مثلا كتحمل شي مسائل اللي ممكن يفرضهم عليها الزوج ديالها، اما انها تخرج لواحد الميدان العمل اللي هي ما باغياش، ربما انه يقدر بالضغط ديال القانون وهذا يجردها من ديك الاحساس بالامومه، وهذا اللي خطير جدا، لان كاين اسر كثيره ونساء كثيره هنا كتعاني من هذا المشكل، يعني كتفتقد فيه ديك المراه. الا بغينا نديروا واحد المقاربه ما بين المراه في المجتمع المغربي او في المغرب كتعيش وما بين المراه كتعيش هنا، راه واحد الاكراهات خطيره جدا. يعني عندنا واحد عندنا في المغرب كاينه المراه تقدر مثلا تزوج ويوقع لها مشكل مع راجلها، تقدر تطلق، ما غاديش نلمعوا الصوره، ولكن المؤسف المجتمع ديالنا هو هذا، هذيك المراه كتكرفص مع وليداتها، دوك الوليدات ديالها كتقدر الا ما استطعتش هي تخدم عليهم، ولا كاين الاسره كتدعمها والديها، ولكن هنا للاسف هنا غير توقع ابسط مشكل كنشوفوا على ان المراه تجرد من ذاك انا اللي كنقول ابسط او لا يعني القديم، ذاك ماشي القديم ولكن ذاك الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى خلقه فيها، وهو انها تكون ام، راه كاين هنايا اللي كيحرمها منه. حاضر، احنا غادي نديرو بصفة عامة الأستاذة حكيمة باباش، يعني إذا كان نتحدث عن المرأة والكرامة ديالها وحقوقها كانت في البلاد كانت هنا، كيفاش يمكن لهاد المرأة تحافظ على كرامتها، تحافظ على حقوقها كإنسانة ككائن حي وقائم بذاته؟ هذا سؤال شوية صعيب، لأن المرأة بوحدها ما يمكنلهاش تحقق هادشي اللي كنهضرو عليه، لان كيف قلنا هنا كاين تراكمات، كاين مشاكل خارجه على الارادات المراه اللي كتفرض عليها انها بعد المرة تسلف ديك الكرامه ديالها او تسمح فيها. اذا خصنا الا بغات المراه تحافظ على كرامتها راه خصها جهات اخرى اللي كتحكم. كاين العامل الاقتصادي هذا الاول، كاين العامل المجتمعاتي في المغرب عندنا بالاخص، كاين الدوله ديالنا يعني الحكومه يعني المسؤولين اللي خصهم ياخذوا بعين الاعتبار هذيك المراه باش تعيش في كرامه، خصها توفر لها عدة
عده شروط، توفر لها عمل اللي كيلائمها، تعطيها تعويضات على ساعات العمل ديالها، ماشي تخدم 12 ساعه وتخلص 4 ساعات. وهادو هما المشاكل اللي ممكن ان هاد المراه تحافظ على الكرامه ديالها. كذلك انها ما تكونش مجبره انها مثلا تزوج بواحد الشخص اللي هي ما باغياش، او انها تمشي تقلب على عمل اللي فيه كتعرض لعده انتهاكات، كتعرض للتحرش، كتعرض للاغتصابات، كتعرض. والامن خصو يتوفر لها الامن، الامن الجسدي والامن الروحي. ملي كنهضروا على الامن الجسدي، يعني انا مراه بغيت نخرج للخدمه 6 الصباح، راه خصني نلقى الطريق ديالي مصايبه، فيها الامن، فيها المسائل، فيها لو ترونسبور اون كومان كاين. راه ما يمكنش نخرج انا في 6 الصباح ونتعرض غير نخرج من باب الدار عندي نلقى مثلا وحدين اللي جالسين ما عندهم ما يدار، كيجيو كيعترضوا الطريق ديالي، وكنتعرض للعديد من المشاكل. اذا باش نحافظوا على هذه الكرامه ديال هذه المراه هذه، راه خصنا نوجدوا لها، خصنا نديروا لها واحد الارضيه اللي تكون صلبه، واحد الارضيه اللي تليق بداك الكرامه داك اللي عطاها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى راه قال لهم راه المراه راه تحت راه الجنه تحت اقدام الامهات. راه المراه قبل ما تكون ام راه كتكون اخت، راه كتكون زوجه، راه كتكون ابنه، راه يعني هاد المراه هذه راه بالنسبه ما كنتوجهش انا للراجل كمسؤول، ولكن كنتوجه للمجتمع، كنتوجه للمسؤولين، كنقول لهم هاد المراه اللي راه الا ما عطيناهاش حقها، ربيناهاش، ما قريناهاش، ما حفظنالهاش على الكرامه ديالها، راه غادي تكون عندنا اجيال مختله، راه غادي يكون عندنا واحد الاختلال في التوازن ديال المستقبل ديال وليداتنا كبير وكبير جدا. اذا باش نحافظوا على هاد الشيء هذا وباش نمشيو نتقدموا مزيان، راه خصنا نفرشوا اولا خصنا نوضعوا لها يعني امور اللي ممكن انها تساعدها على انها تحتفظ على الكرامه ديالها وانها تمشي بعيد. استاذه حكيمه، ماذا عن التعليم وعن الدراسه؟ هل هو مهم مفيد للمراه في حياتها، ام باقي نحن اليوم كنشوفوا انه كيقول لك ايوا صافي غادي تقرا شنو غادي دير لي مصيرها الزواج، مصيرها تمشي دير وليداتها؟ انا شخصيا نقدر نتحدث على راسي، ما غاديش نقول انا الايديال او انا المثال، ولكن انا كنقول الدراسه ضروريه. دراسه اولا كنعطيو للمراه، ملي كتكون المراه متعلمه راه عندها واحد السلاح، كتعرف راسها شنو غادي دير، كتكون عندها تمكين. رحنا وصلنا لها، رحنا عطيناها واحد ان بوفوار باش تقدر هي تواجه الحياه، باش تقدر تشتغل، باش تقدر تكون حتى هذوك الوليدات. اما نقول لها انا لا صافي، وهذا ما للاسف هذا مازال عندنا، وربما حتى هنا لا ماجوريتي هنا في اوروبا، انا كنتحدث على بلجيكا، راه بزاف ديال العائلات هنا راه بناتهم ما كيكملوش، كيبداو القرايه ديالهم وكيحبسوا في واحد سيرتان اج ولا في واحد سيرتان نيفو، كيحبسوا سو لو تيكست ولا سو لو بريتيكست انهم غادي يتزوجوا. دونك هذه انا بالنسبه ليا كنرفضها، لان نعطي نكونها نقريها تاخذ ان ديبلوم، الزواج غادي يجي من بعد، راه ما يمكنش نوضعوا. بالنسبه للبلاد عندنا دوك الفتيات اللي هضرنا عليهم استاذ في البدايه اللي قدمتيهم وقلتي لي زواج القاصرات، واللي هذا مازال كيطرح مشكل كبير عندنا في المغرب وبالاخص، وما بقاتش الظاهره دابا غير في كنا شحال هذه كنشوفوها غير في المجال القروي، دابا راه في المدن عندنا اكبر. علاش؟ لان البنيتات دابا كيديروا 13 14 عام كيوقع مشكل، اما كتوقف عند الدراسه، اما الوالدين ديالها كيتفرقوا، اما كتعرض لشي عمليه مثلا شي اغتصاب شي حاجه، وكيضطروا انهم يزوجوها في ذاك السن اللي هي مازال ما كملتش الدراسه ديالها. وهنا وانا كنشوف هادو، ورغم انهم كيبينوا على ان هادوك الزيجات ناجحات، ولكن اوفون راه ما كتعطي والو في المستقبل. وليداتها كيبقاو دائما حاملين داك الاثار ديال داك السيجا داك الزواج المبكر، هي براسها كتبقى دائما عندها داك الارهاصات ديال داك الحياه اللي عرفتها، وداك داك يعني داك انها ما خداتش حقها في الحياه، ما قراتش، ما وصلاتش، ما يعني ما عطيناهاش السلاح باش تواجه الحياه. الدراسه راه هي السلاح اللي غادي تقدر المراه تواجه به الحياه، وانها دير مستقبلها وتربي وليداتها. حنا غادي ناخذ استراحه مره وقاده ونرجعوا مستمعي الكرام بعد هذه القطعه الغنائيه. اهلا بكم من جديد مستمعي الكرام، وحنا في طبعا هذا اللقاء الرائع والجميل مع الاستاذه حكيمه باباش اللي جاتنا من المغرب، واستغلنا تواجدها هنا باجراء هذا اللقاء اللي نتمنوا اننا كنا كنستافدوا منه. نرجع لك استاذه حكيمه، اليوم كنشوفوا واحد العدد ديال
السيدات كيهاجروا بلدانهم لمصير مجهول، في نظرك انه المراه تهز الباليزه ديالها، تهز الساك ديالها وتهاجر الى المجهول، الى الجنه الاخرى التي يحلم بها الجميع. واكيد اننا غادي نتكلموا ونشوفوا شنو كتصادف هذه المراه المهاجره. في نظركم انتم كحقوقيين وتدافعون على كرامه وحقوق المراه، هل ترى الأستاذة حكيمة أن المرأة من حقها كذلك أنها تسكها بوحدها وتخرج وتمشي لمصير مجهول؟ أستاذ شاطر، كنظن هذا سؤال شويش صعب بالنسبة باش نتحدث، لأن الهجرة هي قديمة قدم التاريخ، ما غاديش نقولوا عاد دابا ولا كانت، غير أننا دابا باش نشوفوا واحد النوع ديال الهجرة اللي ولا هو داك الهجرة. أولا دابا أنتم حددتوا لي النوع ديال الهجرة، يعني هذيك المرة اللي كتهاجر للمجهول، يعني ماشي هذيك السيدة اللي كتمشي إما الدراسة إما كتمشي بواحد عقد عمل ولا جاية مزوجة، ولا جاية مزوجة. هذوك ما كنهضروش، لأن هذوك وضعيتهم هذوك كيكونوا عارفين، كنهضروا إذا على هذوك، على هذيك المرة اللي حارقة حتى هي حارقة. واش نهضروا على الهجره الداخليه بعدا، الهجره لداخل في وسط البلاد، ولا الهجره خارج البلاد؟ لان راه حتى في وسط، راه حتى في المغرب عندنا راه عندنا واحد الهجره. كاين شي ناس اللي كيخرجوا من شي قرى نائيه وكتجي لمدينه تالفه ما كتعرف ما دير، كتجي. نهضروا على هذا الموضوع وعاد نهضروا عاد نهضروا نمشيو نخرجوا. اكيد مادام اننا نتحدث عن كرامه وحقوق المراه، نهضروا على جزئين. انا كنشوف هذيك المراه اللي كتهاجر يعني من القريه للمدينه، او تحت تهديد عده معطيات اللي كنقولوا، مثلا ما كتلقاش فين تقرا، ما كتلقاش، ولكن كنقول انا رغم انها ما لقيتيش فين تقرا، راه باش تهاجر غير هكاك تخرج وتهاجر، راه هنا راه كتضرب كرامتك بيدك، يعني كتعطي لراسك انت واحد 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 الخنجر للاخر، انه يطعنك به في اي لحظه. لو فيت انك باش تخرجي من داركم وتمشي الى مصير مجهول، اما كتجي للمدينه كتخدمي على شكل يعني خادمه في البيت، هذا المصير هذا الا كانت عندها واحد الشويش، وهي الكلمه اللي كتبت، ودونك كتمشي اما خادمه في البيت، هذه وكاننا كنقراو الان افكار من وينك. اكيد، لان الموضوع راه هو حديث ذو شجون، ولكن هذا الواقع ديالنا. المراه ملي كتخرج من الباديه وكتجي للمغرب، كتجي اعتذر، كتجي للمدينه، كتجي بواحد الحموله ثقافيه معينه. راني في المدينه غادي نلقى كل شيء، راني في المدينه غادي نلقى، يعني غادي نلقى الجنه، في حين ان المدينه راه الا ما كنتيش عندك بيت، ما كنتيش عندك واحد الحموله ثقافيه معينه، ما عندكش ديبلوم معين، ما عندك ما دير في واحد المدينه اللي انتينا كتجال اصلا، شنو ممكن راها مخبعه لك؟ كتجي اذا اما كتكوني عرضه انك تكوني خادمه في البيت، وهذا راه في لا ميور دي كار كتدخلي خادمه في بيت. كاين سوا ديزون، انا ما غاديش نخوض في امور اللي ما عندي بها اتصال، ولكن هي كتمس الكرامه ديال المراه، انك كتلقاي كتلقاي راسك في وسط واحد العصابه ديال الناس اللي كيتاجروا في البشر، وهذا الخطير، وهذا هو اللي كيعطينا داك اطفال الشوارع وبزاف ديال الامور. ملي كتلقى البنت عندها 14 15 سنه او 13 سنه كتخرج من دارهم وكتجي للمدينه مثلا لاحدى المدن الكبرى، كتعرض لعده كل ما يمكن انك تصور مع بالك من من من, من اعتداءات، الاعتداء الجنسي، الاعتداء، يعني كتبدا تخدم وما تخلاش، تقدر تعرض للاعتداء الجسدي، تقدر تعرض لمجموعه من الاعتداءات، وهنا فين كيسمح كيدق علينا ناقص الخطر ديال الدور. شنو الدور ديالكم اللي كتلعبوه هنايا في هذا قبل ما نمشيو للنقطه الثانيه؟ الدور ديالنا احنا هنا كنحاولوا اننا هذيك الفتاه تبقى فهذاك على الاقل كنقولوا تبقى في ذاك الحضن ديال 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 القريه ديالها، وذلك اننا نوفروا لها في هذيك القريه ديالها، نوصلوا لها داك الشيء اللي كتمشي تقلب عليه في المدينه، انها تقدر كاين البنات اللي كيكونوا باغيين يكملوا الدراسه ديالهم وكيخرجوا غير كيوصلوا للاعدادي، كيخرجوا كيمشيو للمدن، اما كيكملوا الدراسه ديالهم، ما كنجمعش هنا كل شيء، ما نقدرش نعمم، كاين الاستثناءات، واما كتكون كتفقد داك الهدف اللي مشات عليه وكيمشي هدف اخر، كتولي في مجال اخر. اذا حنا هنا كنحاولوا ما امكن اننا يعني نوصلوا بعد، اولا كنبداو بالتوعيه ديال ديك البنت، كنمشيو لعندها كنحاولوا نوعيوها، نحاولوا نديروا لهم حملات تحسيسيه، تكوين كذا كذا، باش هذيك الفتاه حتى
في حاله ما اذا اضطرت او انها كان عندها الباب مقفول قدامها والباب الوحيد اللي كاين هو انها تمشي، كتلقى داك التكوينات اللي كتاخذهم في ديك القريه اللي كانت فيها، او داك على الاقل كتمشي بواحد الحموله ممكن انها تفيدها ملي كتدخل المدينه. دونك يعني حتى الدوله كيخصها تلعب واحد الدور كبير اكيد انها أكيد توجد واحد اكيد الجمعيات واحد المؤسسات اللي اكيد اكيد الجمعيات والمؤسسات يعني المجتمع المدني هنا هنا فين كيبان الدور ديالها. لان باش نجي انا غير نقول اه لا خص المراه ما تعدوش على تعدوش عليها، لا خصني انا نكون اكتيف، انا ندير شي حاجه لهذيك المراه. الله يخليك استاذ، يعني نقطة باغي ضروري نطرحها. مرحبا. ما رأيك في الناس اللي مثلا نكملوا الهجرة؟ انا غادي نجي لها، انا غادي نجي لها، غير هي باقا في داكوغ. كنسمعوا خطابات ونداءات وكنسمعوا سياسيين كيهضروا ويتكلموا، ملي كنجيو نشوفوا كنلقاوه عنده خدامة ولا جوج في الدار ومتعدي عليها وما عاطيهاش حقوقها. كيفاش كتحسي انت كمدافعة على كرامة وحقوق المرأة ملي كتصدفي بهذه المسائل؟ انا غادي نمشي معك ابعد من هذا بكثير، غادي نقول لك انا عنده خدامة او جوج في الدار، انا نقول لك هذاك السياسي براسه النهار اللي كيكون هو في الانتخابات كيمنع المرأة من انها توصل لمركز القرار، توصل لمنصب سياسي معين. اذا عادي يعطي الحق فما بالك انها تكون عنده خدامة او جوج؟ لا باس اذا كانت عنده غير خدامة، انه كيعتدي عليها جنسيا وكيعتدي عليها جسديا اما بالضرب، وضبطت عدة حالات عندنا في المغرب ووقفنا عليها. يعني احنا كنا تبعنا الملفات الخطيرة. اذا الرجل هو الاخر يساهم في تحقير اخته المرأة، تقدر تكون اخته، تقدر تكون بنته، تقدر تكون عمته، مهم انه هو كيزيد في الطين بله. ايوا هو هو انا كنقول الانسان اذا كان فعلا رجل راه ما غاديش يحقر المراه، لان المراه راها اختك، راها امك، راها الزوجه ديالك، راها بنتك. يعني ما تبغيش انت بنتك يعتدى عليها او لا تكرفص. احنا فين كاين؟ هنا فين كاين؟ راه عندنا في السياسات اللي عندنا في البلاد. كاين موت الضمير ولا شنو؟ ماشي موت الضمير، ما كنهضروش على موت الضمير، كنهضروا على مصالح شخصيه. الانا، ملي كنهضروا على الانا راه ملي كنوصلوا حتى لهذا الحد. بزاف واكثر واكثر بكثير. بماذا تفسرون الاعتداءات الجنسيه اللي هي من 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 من, من يعني من الاصول؟ لان كتلقى عندنا حالات كثيره. ما عرفتش انا باش غادي نوصفها، واش نحطها في الخانه ديال الامراض النفسيه، واش نحطها في الخانه ديال التربيه الجنسيه ما عندناش في المغرب، واش نحطهاش في الخانه. تتحدثين عن الاعتداءات ديال الاصول ضد الفروع، مثلا الاباء اللي كيعتدي على بناتهم. انا ما كان لان زنا المحارم، الا هضرت على زنا المحارم غنوصل لما هو ديني، وما انا كنخليها الاعتداء ديال الاصل ضد الفرع باش كتبقى شويه كتبقى خفيفه شويش لان فيها شويه الرحمه. اما الا هضرنا زينا المحارم الله راهنا وصلنا للخطر، الله يسمح لنا وصافي. اذا نوصلوا للنقطه الثانيه، هي الهجره، وخاصه يعني احنا شفنا اليوم انه ولاو واحد العدد ديال القاصرات ما كاين غير هز حقيبتك وجبد، وخاصه الى دول اخرى فين كيقولوا على ان كاين الفلوس وكاين، وحنا كنشوفوا انه شنو وقع الان والضجات اللي كتوقع، وربما على حساب كرامتها تتباهى في بفيديوهات وكل واش ما وصلناش الوعي لهاد السيدات. شنقول لك هذا موضوع، هذا موضوع، هذا حيت موضوع شائك وصافي مالوكور. انا بالنسبه لي كيألمني، علاش؟ لان ملي كنشوف فتاه مثلا عندها 17 18 سنه في ربيع عمرها كتلقاها كتمشي، غادي نحدد لك بالضبط، لان اكثريتهم ما كيتوجهوش لاوروبا، ما كيمشيوش لامريكا، ما كيمشيوش. انا قلت للدول كيمشيو لدول غنيه غنيه. نعم. علاش؟ باش يجيبوا الفلوس. هنا كنرجع كنقول ان راه الدور ديال الفاعل السياسي والفاعل المدني والفاعل المسير ديال البلاد هو اللي كيلعب هذا الدور، لان هذوك الفتيات لو انهن كانوا، علاش ما كنلقاوش بلجيكيه مثلا ولا فرنساويه غاديه جو سي با او بلاد اخرى تقلب على عمل؟ علاش؟ لان لو مينيموم موفر لها. علاش حنا هذوك الفتيات ربما طمعا في العمل، ربما
اغراء لهن، كاين شي وحدين اللي كيغريوهم وكيمشيو هنا وهنا، يعني هذا هو المؤسف. لان براسي ما لقيتلوش تفسير، عييت نفكر، ولكن التفسير الوحيد اللي قلت هو انه ينبغي على الجهات المسؤوله في البلاد انها تاخذ بعين الاعتبار هادشي، لان هادشي راه كيمس بالكرامه ديال الوطن، ديال الدوله كامله، ديال الوطن. انا ما كنهضرش على دوله، كنهضر على الوطن. ملي كنهضر على الوطن راه كنهضر على المغربي اللي في المغرب، والمغربي اللي في امريكا، المغربيه اللي اكيد كنهضر على كل شيء. هو الصوت كيوصل لكل شيء. الصوت راه الصيت ديال المغربيه اللي كتسمع مغربيه، امراه مغربيه او فتاه مغربيه، راه صافي بليزير انك تسمع فتاه مغربيه او شابه مغربيه صحت وزيره في بلاصه فلانيه. اما تصبح انك تلقى جثه مقطعه في شي بلاصه او محروقه في شي سياره في شي دوله معينه، هنا كتوقف وكتاخذ نفس طويل وكتقول زعما ارجوك ارجوك استاذه، يعني بلا ما تعصبي وغنشوف انا حاسبك بانه لا اكيد ماشي، ولكن هادو مشاكل يعني كيأثر، اكيد كيأثر فينا كاملين أكيد. ولكن هل من حل؟ الحل كاين، سي نورمال. ما غاديش نقول كاين الحل 100%، ما غاديش نقدروا نديروا العصا السحريه ما بين عشيه وضحاها. اكيد هذه سياسه، هذا بروغرام ديال دوله، ديال بلاد كاملها. راه خصنا نعاودوا الجرد من البدايه، نشوفوا اين ما كامل الخلل. اللي غنلقاو ما كامل الخلل عندنا فينا هي واش في الاسره اللي ما بقاتش كتعرف تربي، واش في المدرسه اللي ما اداتش الدور ديالها كما ينبغي، واش في المسؤول السياسي اللي ما استطاعش انه يفيد بديك الكفاءات ديالو، بداك علاش انتخبوه الناس، علاش وصلوا الناس. حاضر استاذه، غادي تقول لك هاد السيده اللي هاجرت، تقول لك انا غادي يتعدوا عليا في بلادي وما غنصور حتى فرنك، ونبقى طالعه في المحاكم. اللهم الا تعدوا عليا ليه غنجيب بعدا الفلوس، وغادي نستر والديا، وغادي ندير لخوتي، وغادي يعني كتولي كتقارن نفسها او كتبيع نفسها هي وكرامتها من اجل انها تنقد واحد الاسره. ايوا هنا غادي نجاوبك السي شاطر بواحد الايه قرانيه، واحد هذا يعني للاسف ما لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الا ما استطاعش الانسان يغير نفسه راه ما غاديش تقدر تغير بلاد، ما تقدرش تغير واحد 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 الفيروس او تحيد واحد الفيروس اللي سرالنا في الدم. حنا كنحبوا الغنى، كنحبوا يكون عندنا شويه الفلوس، كنحبوا بلا ما ندير حتى شي مجهود. هذيك القناعات استاذ، دابا علاش قلت لك انه اش من خانه غادي نصنفوها؟ راه حتى ذاك الهاجس النفس الانساني، وذاك الهاجس الاجتماعي اللي كان عندنا، وذاك الحب ديال اننا نبقاو في الاسر ديالنا مجتمعين، راه ما بقاش عندنا. هذا راجع لعدة عوامل خارجية وداخلية، وهذا الانفتاح على الآخر، هذا المجال المعلوماتي يعني الوصل فيه، الناس بدات وسائل التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي واللي للأسف ما كنراقبوهاش مع وليداتنا، واللي وصلت أنها بدات كتلعب واحد الدور، يعني خرجت على ذاك الدور اللي خصها تتعامل به. دور خطير، وأكيد دور خطير، لأن ملي كتلقى مثلا بنت كتمارس الدعارة وعين بين عين بين وكتصور راسها وتصيفطها لك او لا. وحنا يعني باش دابا كنتكلموا بكل تلقائيه وكل صراحه في هذا اللقاء. ربما حتى الاسر الان ولات محلوله، يعني مفكوكه، اي هو كيجي يديها. حنا ولينا كنشوفوا فيديوهات اللي غريبه جدا، واللي غريبه على المجتمع المغربي بالخصوص، نتحدث على المجتمع المغربي. الفيديوهات الأخيرة الآن اللي بدات كل سيدات كتصور راسها وكتقول لك روتيني يومي روتيني. إلى أين نريد أن نصل بالأسرة اللي يمكن غدا بعد غدا ديك المرأة غتكبر غتبدا تشوف راسها ولادها ولا حفيدها غيبداو يوريو هذوك الفيديوهات؟ هادشي كله ما كنخموش فيها أستاذة. هذاك هذا البرنامج اللي قلتيه استاذي فعلا هو برنامج انا انا انا, أنا شخصيا كان كيضحكني. علاش؟ شفتي يمكن شي جوج او ثلاثه اللي تداولوا بزاف، ولكن بقيت كنشوف كنقول انا ساسيغا كوا، باش غادي نفيد انا، باش غادي نستافد انا، باش غادي نفيد هاد الناس؟ واش كتقول انه فين حنا غادي الاسره، فين غادي فين غنوصلوا؟ روتيني اليومي بالنسبه لي انا ما عنده حتى شي مرجعيه اللي ارتكزت عليها، لا مرجعيه علميه ولا حتى حاجه، ما عنده حتى شي هدف. واش الفراغ هو اللي كيدير هذا الشيء؟ الفلوس نيت فعلا، البحث عن المال، ربما الفلوس، ربما البحث عن الشهره، ربما البحث الشهره ما كنظنش، كاين فلوس، كاين
حوايج فلوس فلوس جو بونس با ان فلوس غادي تكون بهذا يعني ما غاديش شنو غتربح يمكن صافي ديري روتين يومي واحد وشنو غتربحي موراه غادي يبقى عليك واحد غادي ينزل عليك واحد البعض ديال الهضره واحد البعض ديال المشاكل اللي حنا المراه المغربيه ديجا في غنى عنها المراه المغربيه نقدروا نديروا روتيني اليومي ولكن بطريقه غير ماشي بديك الطريقه هذيك نقدروا نديروا مثلا نقدموا حلوى مغربيه مثلا نقدروا نقدموا واحد الطاجين مغربي علاش لان فيه تمثيل الثقافه ديالي كيفاش كيفاش غادي توصلوا نتوما دابا الان اللي كتدافعوا على هاد المراه انها ترجع لعقلها وتقول لا 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 راه المراه خصها تكون محافظه على كرامتها محافظه على حقوقها محافظه على سميتو ولا بغيتو نحن نبقاو غاديين في هذا المسار راه هاد الطريق اللي خصنا نمشيو فيها انا غادي نرجع للاول اللي نقول لك التوعيه راه التوعيه راه هي الاساس ديال التوعيه والتحسيس لان هذيك المراه لو انها كتعرف الخطر ديال هذاك الفيديو اللي دارت ولاحظتو في على مواقع التواصل الاجتماعي وانه ممكن غدا يتخذ سلاح ضدها راه ما عارفاش راه ما واعياش لهذا حنا كنديروا حتى مع انه كما قلتي استاذ مع انه كيشوفوا انه حالات وقعوا قدامهم اكيد اكيد انا شخصيا انا شخصيا درت عده ندوات عده حوارات تحسيسيه اللي المخاطر ديال المخاطر يعني الادمان الالكتروني وهذا الادمان الالكتروني راه عنده ناس اللي عنده الناس اللي كيوصلوا لك المعلومه كيقول لك شوف هذيك التصويره اللي راك درتي دابا بانك بديك الوضعيه الخلفيه ديالك وهذه راه ما يمكنلكش تحيديها واخا تحيديها من تليفونك واخا كتسبريميها راه ما كتسبريماش كتبقى مسجله راها مع مرور الوقت غادي تكون عندها عواقب اخرى يعني هنا كنوليو اننا خصنا هادوك الفتيات ما نقتصرولهمش فقط على انني نجيب بنتي ونجلسها في الدار نقول لها هاش غديري ديري الشغل سيري تقراي في المدرسه لا خصني نكون منفتحه مع بنتي او لا مع ولدي راه ماشي غير البنات اللي كيديروا المشاكل راه حتى الدراري ولكن حنا في اطار انا كنهضر على النساء كيخرج البنت وكيصورها وكيدي وكيهددها هذاك الولد اللي كتمشي هذاك الولد اللي كيدي هذيك البنت ويصورها ويبدا يهددها بالتصاور ديالها مثلا راه خصك تقول له غدا راه اختك تكون في نفس الموقف راه تقدر امك تكون في نفس الموقف ها خصك تنتبه لهذه القضيه يعني هذيك التوعيه خصني نعطيها له خصني ندخلها له في البرنامج اليومي ديالو إلا ماشي دوركم بوحدكم وإنما دورنا كاملين أكيد قلت قبيلة على أن ما يمكنش يد وحدة ما كتصفقش ولكن نعم. كتصرفق يد وحدة ما يمكنش بوحدنا راه خص عدة فعاليات في المجتمع اللي تكون يديها في يد بعضها وهنا فين كيجي الدور ديال أننا نجعلوا المرأة وهنا غادي ننقص شوية يمكن غادي نفوت المراحل أنني نعطي القيمة للمرأة علاش لأن المرأة راه هي النواة ديال المجتمع راه المرأة اللي كتكون في الدار سيرتو المرأة اللي كتكون ما خداماش نرجعوا المرأة اللي كتكون جالسة في الدار راه المسؤولية الكبيرة ملقات عليها راه هذاك الولد ولا ذاك البنت اللي كيدخل ويحل البيسي ولا يحل التليفون يبقى جالس معاه وهي مشغولة إما مع التليفون مع صاحبتها ولا كدير شي حاجة أخرى ولا كي كتشاطي ولا هذيك راه مهمة ديالك بما أنك ما كتخدميش ما مشيتيش ما خرجتيش للعمل ما خرجتيش للميدان ديال العمل بقيتي في الدار دونك هذيك راها أكبر وأخطر مهمه ممكن تقومي بها البرامج الدراسيه كذلك في المجال التعليم لا. البرامج الدراسيه خصها تاخذ بعين الاعتبار وللاسف المنظومه التربويه عندنا في البلاد ما بقاتش عندها داك حنا ملي كنا كنقراو كان عندنا وقت ديال اننا نديرو الاشغال اليدويه كان عندنا وقت اننا دابا عندنا وقت كيجي كيعطيك واحد كيشارجيك بواحد البلعه ديال لي بروغرام ولكن ملي كتخرج كتخرج بمخك خاوي ملي كتمشي للدار كتبغي غير تحل داك الكتاب ولا الدفتر تشوفك تقول لا نو جو بو با ما نقدرش نقرا هادشي كله علاش لانك خرجتي من المدرسه مخك عامر لا دون لو طون فاش كانت المجال التربوي باقي يعني كيعطي الاكل ديالو راه اكيد راكم ولاد المغرب وعارفين كيفاش كانت المنظومه التربويه في البلاد. شكرا لك استاذ غادي نمشيو الفاصل ثم نعود بعد الفاصل مستمعي الكرام. عدنا اليكم غادي نرجع لك استاذه وحنا في الجزء الثالث والاخير لهذه الجلسه الرائعه معك. الى وصلنا للقضيه ديال الحريق كنعرفوا ان واحد العدد ديال الشباب كيحرقوا وخاصة انه كيخلي الام ديالو كيخلي الحبيبة ديالو كيخلي واحد الانسان اللي وعدها بالزواج فكيبقى القلب مقطع على هاد فربما كانت لك قصيدة يعني في هاد الامر هذا واش غادي نقول لك هي الظاهرة ديال الحريق حتى هي
غادي نردها نربطها بالحديث السابق اللي هضرنا عليه، الحديث ديال ان عقم سياسات تدبير الشؤون المحليه في المغرب. الشان المحلي في المغرب لو انهم يعني ان كان كاين يعني واحد التدبير وكاين واحد واحد العدل وكاين واحد الديمقراطيه في ان الانسان خدا مثلا ديبلوم ديالو او دراس او وصل لواحد واحد خدا واحد 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 عنده واحد الكفاءه معينه انه يلقى البلاصه ديالو في البلاد. ما كنظنش انه شي واحد غادي يفكر في حرك. هذوك الشباب اللي كي يرشحوا نفسهم للهجره اللي كنسميها انا هجره سريه، واللي هي هجره نحو المجهول، كيف قلتي قبيله قلتي للمراه كتشاطها وكتمشي جهه كتمشي نحو المجهول، راه هناك ارهاصات اللي خلات هذوك الناس يديروا هذاك الشيء. هذوك الشباب اللي كيفضلوا انه يحرق او انه يهاجر بهذيك الطريقه، اما كيمشي كيكون عنده الحظ انه كيقطع البحر وكيوصل، واما كيكون المصير ديالو الغرق او للوفاه، وكيخلي موراه واحد القلوب مكلومه، يعني واحد القلوب اللي كتجرح، واحد القلوب اللي كتقول لك نصاب كان غير بقى لي ولدي حي، انا ما بغيت لا اوروبا لا والو. اذا هنا كنقول شكون المسؤول على هاد الوضعيات هادو؟ مسؤول، راه المسؤوليه عندها مشتركه، مشتركه ما بين تما يعني ما بين بلادنا اللي ما عطاوش حق لهذوك الشباب، وماشي ما عطاوش حق، ولكن كانت هناك واحد ما عندهمش واحد الارضيه، ما كايناش واحد الارضيه اللي غادي تساعده انه يحقق ذاته، انه يدير دار، انه هذا. وللاسف كنلقاو غير بزاف القاصرين اللي يحرقوا. علاش؟ لانهم توقفوا على الدراسه، لانهم ربما تيتعاطوا. القاصر شنو اللي كيدفعوا انه مثلا كنلقاو ولاد 14 عام و 13 عام جاي فين غادي؟ هو هذا اللي هضرنا عليه. هذاك القاصر علاش كيهاجر؟ لو ان الوضعيه ديالو في بلاده مقاده مسويه، اما كتلقاه الوالدين ديالو اما مطلقين وهو كيبقى ما بين امه وباه كيجهل المصير ديالو، كيفضل كيقول لك اللهم نحرق ولا نبقى هنا. كتلقاه اما ابن ما عندوش هويه، وهذا الخطير. وهما هذوك الاطفال اللي قلنا قبيله ديال طفل الشارع اللي للاسف انا كنقول ما كاينش طفل الشارع، وفي اي محفل كنكون فيه كنقول ما عندناش طفل الشارع، كاين طفل ديال مو باه غير مسؤولين واللي حطوه انه يكون في الشارع. هذه نقطه. كاين هذاك الانقطاع على الدراسه، اللي مشينا مثلا البوادي اللي كنلقاو ما عندهمش الليسي، عندهم الليسي بعيد او عندهم الاعداديه بعيد او عندهم الجامعه بعيده. هذاك الطفل غير كيوصل 13 ولا 14 سنه كيتوقف عن الدراسه، ما كيكونش ديجا ما بقى له لا فين يتعلم لا صنعه لا والو في هذيك البلاصه اللي هو فيها. اش كيدير؟ كيهرب من ديك البلاصه وكيدخل للمدينه، وفي المدينه كيلقى راسو كيتبلى بالحشيش، كيبدا يتعرض لعده مضايقات، او بعض المرات راه كيتعدى حتى هما عندهم الاعتداءات الجنسيه كيتعرضوا لهم الولاد. ما كنهضروش غير على البنت، راه عندنا بزاف الحالات اللي وقعت في فاس، وراها يعني حالات اللي وقعت كبيره مؤخرا. كاين احد المهاجرين الافارقه اللي اعتدى على اطفال ب ب ب باله يعني ب ب باله باله حاده، آلة يعني موس تكرفس على وليدات، كاين اللي كيتكرفسوا عليهم جنسيا. عندنا يعني في هذا التخليطه كلها ديال هذه المشاكل. هذاك الطفل انا كنسميه طفل، لان مادام انه مازال ما وصل لسن الرشد راه دائما كيبقى في الطفل، لان القانون كيوصلك حتى 18 عام عاد كتولي مسؤول قانونيا. اذا هذاك لانكون اللي كنكونوا حنا كنشوفوا، هذا كيكون عنده الترشيح للهجره، كيكون عنده كيقول لك انا غير نحرق، ما عندوش ما فاهمش، ما عارفش الوضع شنو فين غادي يمشي. اذا اللي كيمشي هذاك الطفل هذاك وكيحرق الى مصير مجهول، الى مصير مجهول. هنا كتبقى دوك الجوتات اللي كتلقى، وداك كتبقى دموع وراء، كتبقى الدموع، كتبقى كاين اللي كيقول لك ايوا كيصرفها في المكتب، كيصرفها في لا، ولكن كنقول انا حنا كاين مسؤوليه، كاين مسؤوليه، مسؤوليه ديال الجهات اللي مسؤوله، كاين الدوله اللي مسؤوله على هاد الاطفال هادو اللي ديجا ما كيلقاوش بلاصتهم في مجتمعهم. الابن اللي سي نورمال ما غاديش يلقى مو، ما غاديش يلقى با، ما غاديش يلقى اللي غيسهر له على 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 الحمايه ديالو، هما المسؤولين القانونيين عليه. ملي ما كيلقاش هاد الحمايه هادي كيمشي كيرمي راسو في كيف ما بغى يكون. قبل ما نقراو القصيده، الا كان ممكن كلمه لكل اب، لان هاد الحالات عندنا حتى هنايا في اوروبا، كثير من الاباء يسمحوا في ولادهم وما كيبغيوش يعترفوا بهم. لكل اب كينكر ولاده، كيعرف بان هذاك ولده وهذيك بنته، وكيقول لها اجري طوالك، ديري اللي في جهدك.
مثال حي. شنو الكلمه تقول لي؟ مثال حي عندنا عاد مؤخرا عاد وقع راه مازال الصدى ديالو كاين عندنا في المغرب، هو مثال ديال الشابه ليلى. اللي للاسف مهما تكون، انا كنقول مهما تكون العلاقه، مهما تكون انك استغليتي ولا ما، ولكن كاينه طفله، كاينه رضيعه بيناتكم، الزوج راجل ومراه، وقع لكم مشكل في البلاد. عندنا مثلا حنا ها هي مثلا ليلى كانت عندها علاقه حميميه مع احد الاشخاص اللي ما عنديناش نذكر الاسم ديالو لان الوضع شويه حساس. نعم. ولكن عطانا طفله، هذيك الطفله انا من هنا من هذا المنبر الاعلامي واللي كنشكركم كثيرا لانكم فتحتوا لنا المجال بالنسبه للاذاعه ديال ارابيل هنا في ارض المهجر، واللي انني يعني كنشكرها كثير لانها كتطرق بحال هذه المواضيع هذه. انا كنقول لهاد الناس هذوك الاطفال راه مسؤوليه، انت ما مسؤولش، ما توضعش الطفل في مهب الريح. وعاد كما قلتي هو في مركز حساس، في مركز حساس طبعا، اكيد في مركز حساس المفروض تكون غدا. المفروض تكون انت المثال الاعلى لنا، المفروض تعطي انت المثال الاحسن، ماشي انت مثلا تولد تخلق لك بنت او لا تكون عندك ولد. ما غاديش نهضر على هذيك الحاله، ولكن حالات كثيره وهنا في اوروبا راه عندكم كثيره، وعاود خرجت حاله اخرى جديده باقا حتى هي في نفس السياق وفي نفس أكيد. نعم. انا كنقول هنا باقي حنا ملي كنهضروا على اوروبا كاين واحد كاين واحد كاين واحد واحد الحمايه معينه لهذاك الطفل. انا كنهضر على بلادنا حنا بهذيك الحمولات الثقافيه، بهذيك الاكراهات الثقافيه اللي عندنا المجتمعات. نعم اكيد. نعم. انا متفق معك استاذه، ولكن انا بغيت نتكلم انا على ضياع هذيك المراه ثم ضياع هذاك الولد ولا ديك البنيته اللي جاوا. شوف دابا كنا في واحد صدقنا في جوج. اكيد اكيد. كانت في اوروبا، كانت في المغرب، كانت في افريقيا، فيما كانت هي مراه. نعم. وهذيك المنتوج اللي خرج، ديك البيبي اللي جا للدنيا، هو ديال عمل ديال جوج الناس. اذا علاش كنحاسبوا واحد اكيد وكنسمحوا للاخر حيت هو ذكر، حيت هو رجل، حيت هو لا؟ واش دابا كتهضر لي على هنا ولا على المغرب؟ حيت هنا ما كيحاسبوش المراه ولا الرجل، هنا كي il prend soin du bébé du nouveau né. اكيد هذا طبعا متفقين. الا هضرنا على بلادنا وللاسف نعم المنظومه ولا الحموله المنظومه القانونيه عندنا في البلاد، المنظومه الثقافيه، المنظومه الدينيه، كتحملهم جوج بهم المسؤوليه في الاول، ولكن في الاخير كنطيحوا في المحموله الاجتماعيه اللي كتبرأ أنا بغيت الرجل وكتحمل المراه بوحدها. نعم المسؤوليه. انا بغيت بطبيعه الحال انه كيكون القانون، كيكون القضاء، كيكون، لكن من غير هذا القانون القضاء انسانيا، انت عندك علاقه مع سيده، هذيك السيده ولدت معك، شنو اللي كيخليك ما تعترفش بولدك ولا بنتك؟ وحنا عندنا مثلا في بلجيكا راه الضجة وقعت قداش، هنايا راه كان فيها هرم ديال الدوله وخص بالاعتراف يعني مالها ومالونها باش يعترف. انا يعني انا لا احبد هذه الفكره، كنقول ان هذاك الطفل راه هو المستقبل. الى 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 ولدناه وما تحملناش مسؤوليته، راه حنا كنحطوا واحد القنبله موقوته في المجتمع، في المستقبل المجتمع. لان الابن اللي ما كيترباش ما بين والديه لا داعي انه يجي للدنيا. ما دمتي انك كنت يعني راجل فاش اولا كنت امراه فاش بغيتي تولدي ذاك الولد، وملي جا للدنيا وليتي كتملصي من المسؤوليه ديالك، لا كسيده ولا كزوج، انك تعترف بهذاك الابن. كنت تراعي، انا كنقول الى راه تراعي راعي قبل ما يوقع هذاك الحمل، راعي قبل اولا دير الاحتياطات ديالك اولا اللي بغيتي دير في حياتك، ولكن ما تعطيناش واحد الثمره اللي في المجتمع غادي تولي ما غاديش يكون عندنا طفل عادي في وسط المجتمع، ما غاديش يكون طفل عادي. قبل ما يسرقنا الوقت لان الوقت ولا كيمر بسرعه، نمشيو نشوفوا قصيده اللي اكيد. اذا في هذاك في الموضوع اللي هضرنا عليه على الحريق اللي هو يعني اصبح واحد الظاهره جد خطيره في المجتمع واللي كيخلي عده عائلات كتعيش دائما على الاعصاب ديالها. انا يعني جادت القريحه ديالي بواحد القصيده اللي سميتها نورس ليس ككل النوارس. وقفت تنتظره طويلا ذاك المحب المهاجر، تتطلع لكل موجه تحمل حطام مركب او قطعه قماش، ذاك الشراع المتناثر بين الصخور على ضفة الأبيض الآخر، آملة اللقاء به، متطلعة لطيف
من خطفه منها الوداع مبتسمة لرؤية ضوء نجمة أو فانوس في أفق سماء لبدتها غيوم الوجع. إنه الفراق باكية في صمت كلما تحطم الموج فوق الصخور الصماء ساحبا معه كل حرف جميل وكلمة ذكرى فوق الرمل في اتجاه القاع يمحوها بلا رحمة ذاك الماء فتعاود أمه أخته حبيبته كفكفة دموعها مستجمعة قوتها رافعة أكفها بصمت صارخة صوتها بالدعاء لرب السماء عسى يعيد إليها بمن أحبتهم اللقاء. يعني بارك الله فيك شكرا. هذه كان هديها لكل الأولاد وكل البنات اللي هم هنا وكيعانيوا الأمرين. هي مهداة لهم من طرف الأستاذة حكيمة باباش، مهداة لكم جميعا اللي هم في وضعية صعبة. لو كان بالإمكان أستاذة، يعني حقيقة الحديث معك ذو شجون، الحديث معك شيق جدا، لأنه نقاش مثل هذه المواضيع لابد من الناس اللي يكونوا في الميدان حتى أنهم كيقربوا لنا الصورة أكثر، وانت قربتينا أكثر، بل خليناك حتى حسيتي يعني ما يشعر به هؤلاء. ماذا يمكن أن نقول لكل امرأة اليوم كتسمعنا، لكل شابة كتسمعنا، لكل أم، لكل أخت، لكل ابنة؟ كنشكرك السي محمد شاطر على هذا اللقاء الممتع معكم، وكنشكر السي محمد حموشي كذلك اللي تاح لي هذه الفرصه باللقاء بكم، وكنشكر ارابيل يعني الموجه الاذاعيه اللي كتهز واللي كتحمل الهم ديال المغاربه المقيمين بالخارج وكذلك المغاربه اللي كيجيو. انا كانت لي هذه الفرصه انني جيت من فاس، بالضبط جيت في اطار يعني في اطار زياره عائليه، وتحت لي هذه الفرصه، وكانت لابد انني ندلي بالدلو ديالي في هذا اللقاء هذا، ونقول لكل فتاه او كل امراه حققي كرامتك بنفسك، ما تخليش راسك تجرك الموجة ديال يعني الموجة أي موجة كيف ما بغات تكون، لا الموجة الاجتماعية ولا الموجة الموضة ولا الموجات، ولكن حققي ذاتك، حافظي على كرامتك، تلك الكرامة التي لا تباع ولا تشترى، ذلك المقام اللي حطك الله سبحانه وتعالى فيه، وهو كرمك وجعلك راحتنا صورة كاملة، وهي صورة النساء اللي فيها كان هو التشريع ديال الدين الإسلامي كامل تقريبا مستقل من صورة النساء. إذن الله سبحانه وتعالى عطانا كرمنا، حنا خصنا نحافظوا على هذه الكرامة ديالنا، ما خصناش نضيعوها، وخصنا نبحثوا على اللي غيقويها لنا، ماشي اللي غادي يزيد يقوضها. أنا كنقول يقوضها يعني يحطمها ويزطم عليها. شكرا لك مرة أخرى، بارك الله فيك. شكرا لك أستاذة حكيمة، نتمنى أنه في كل زيارة يكون لنا لقاء معك. بارك الله فيك، نتمنى أنه كل المستمعات والمستمعين تستفدوا معنا في هذه الحلقة. نتمنى ما نكونش ثقيلة ولا العفو. هذا على أذن المستمعين الكرام، بل كان لقاء جيد وشيق جدا، ونتمنى أن يتكرر قريبا إن شاء الله بحول الله. شكرا لكم مستمعين الكرام.